بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، وأهلا بالمفكر والباحث الإسلامي الدكتور محمد شحرور. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. قبل نصف قرن من الزمان تلاقت رؤى المفكرين من الغرب والشرق على مصير البشرية وما ستؤول إليه أحوال الإنسانية في المستقبل، وهم يقصدون في عصرنا هذا وما بعد. من الشرق والغرب تنبأ كل منهم بأمر ما بأن هذه البشرية لن تعيش إلا ضمن مجمع سكني واحد. هذا ما قاله المفكر والكاتب الإسلامي الراحل مالك بن نبي، حيث توقع في كتابه الذي صدر أول الستينات أو أواخر الخمسينات وعنوانه حديث في البناء الجديد، أن البشرية ستضطر إلى العيش في مجمع سكني واحد. وقال في نهاية كتابه حديث في البناء الجديد أنه إذا شبت النار في إحدى الشقق لن تكون بقية الشقق بمنأى عن الخطر. هذا عن مالك بن نبي. ألفين توفلر صاحب كتاب صدمة المستقبل تنبأ بعصر الاستبدال السريع وعلى أكثر من مستوى، في مستوى الأشياء والتطور والتكنولوجيا والاختراعات، في مستوى الأفكار، قال أن الناس سوف تستبدل أفكارها بسرعة في العقود القادمة، وفي مستوى أيضا الأشخاص، وقال لن يكون هناك المدير الأبدي ولا الصديق الأبدي ولا حتى الزوجة الأبدية. المفكر الإسلامي جودة سعيد ركز على مشكلة العنف وأصدر كتابه في نفس الحقبة مذهب ابن آدم الأول، وتوجه بالآية الكريمة التي تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بقي المفكر والفيلسوف البريطاني برتراند راسل في كتابه هل للإنسان مستقبل، قال أن البشرية ستضطر إلى اختيار نظام أو مبدأ أو عقيدة ما تكون جامعة لبني البشر، وحدد سماتها كضرورة وحاجة، ليس كإيديولوجيا، كضرورة وحاجة. حدد سمات هذه العقيدة بأنها يجب أن تكون تنبذ الحروب والعنف، تعترف بالآخر، يتعايش الناس فيها إخوة، تصون الكوكب الأرضي، ما نسميه اليوم مشاكل البيئة، فيها نوع من الإيثار في مسألة الغذاء، بحثت مشكلة الغذاء وأزمة الغذاء. وقال برتراند راسل في كتابه هل للإنسان مستقبل أن البشرية ستلجأ مضطرة إلى ابتكار نظام عالمي، ليس بالمفهوم السياسي، هو يقولها بالمفهوم الاجتماعي. هذا النظام العالمي الذي يحمل سمات حددها هو ستلجأ إليه البشرية مضطرة لتستمر. وقال ليس أمامها سوى الشيوعية والإسلام آنذاك، أما الشيوعية فقد أسقطها من حسابه لأنها تصادر مساحة من الروح عند الفرد ولأسباب أخرى. قال بقي الإسلام. إذا أخذنا مبادئ الإسلام، أو بما معناه هذا ما قاله راسل، إذا أخذنا مبادئ الإسلام فإنها تحمل نفس الشروط المطلوبة، ولكن ربما تلجأ البشرية إلى إسلام مستعار أو تحت اسم مستعار أو نظام يشبه الإسلام. لقد رأى ما لم يره بعض المسلمين، وكثير من المسلمين رأى شيئا ما في عالمية الإسلام. ونحن نبدأ بسؤالنا الأول مع المفكر الدكتور محمد شحرور، ماذا تعتقد أن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين رأوا في الإسلام ولم نره نحن؟ أولا الخطاب الإسلامي الحالي أو الخطاب الإسلامي على الأقل في القرن العشرين، لا أذهب أبعد من ذلك، كان خطاب محلي، يعني أننا نحن المسلمون نقف أمام المرآة ونخاطب أنفسنا، لم نستطع أن نقفز في الإسلام إلى الصفة العالمية، يعني في قوله تعالى يجب أن نقدم مصداقية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومصداقية قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يجب أن نرى هذا على أرض الواقع،
لا أن نعرض إسلام في الفراغ، إنه إسلام الإسلام هكذا والإسلام يدعو إلى مكارم أو في الفراغ. نعم. يعني نريد أن نرى إسلام على أرض الواقع وفعلا موجود، ولكن يجب أن نراه على الأقل على أرض الواقع، ويجب أن نقدمه، ويجب أن يكون عندنا لغة تقدم الإسلام إلى كل أهل الأرض، ويكون مفهومة للعقل الإنساني. لغة تقصد خطاب؟ نعم، خطاب منظومة خطاب معرفية. نعم. يعني خطاب إسلامي، ويرى مفهوم لكل أهل الأرض، فيه العالمية واضحة، البعد الإنساني فيه واضح جدا، البعد الإنساني واضح جدا، مو البعد المحلي. هذا الإسلام إلى الآن ما رحمة للعالمين، هو رحمة للعالمين. وين الرحمة؟ يعني نحن نسأل نبينا. نعم. وين؟ ثانيا، دائما نقدم الإسلام على ونخلط بين الإسلام والسلطة، الإسلام والسياسة. هذا الخلط بين الإسلام والسياسة أحيانا يضر باثنين، يضر بالإسلام ويضر بالسياسة معا، لأننا سنتكلم عن هذا في المستقبل. نعم. مع علاقة الإسلام بالسياسة. نعم. والسلطة. هنا الإسلام يجب أولا، ما معنى كلمة إسلام؟ نعم، هذا عنوان الحلقة. نعم. ما الإسلام؟ من هم المسلمين؟ الإسلام أولا، الإسلام يأتي من مشتقاته السلام والتسليم والاستسلام والسلامة، كل هذه تأخذ من هذا الفعل. لكن الإسلام عندما يكون لشخص لآخر يقول له أسلم، يعني الاستسلام. وقد قال سليمان لبلقيس: وأتوني مسلمين، عم يطلب منا الاستسلام. التعبير أو اللفظة إذن قديمة بحسب القرآن. نعم. الكريم. نعم. نعم. اثنين، لكن الإسلام لله سبحانه وتعالى هو التسليم وليس الاستسلام. الله ما طلب منا الاستسلام، طلب منا أن الإيمان بالله وأن نسلم، أن تكون مسلمة. والإسلام في هذا النوع، في هذا المفهوم، له ثلاثة أبعاد: البعد الأول البعد الكوني، والبعد الثاني البعد العالمي، والبعد الثالث البعد المحلي. ثلاث أبعاد له، على أو له ثلاث مستويات. أنا آسف. نعم. ثلاث مستويات: المستوى الكوني، والمستوى العالمي. نعم. والمستوى المحلي. نحن توقفنا عند المستوى المحلي، هنا وقفنا لسبب ما عم نقدر نفهمه. المستوى الكوني: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقلنا الألوهية والربوبية: الربوبية كرها والألوهية طوعا، لأن نحن كرها شئنا أم أبينا، فالله رب الناس سميعا ورب العالمين ورب كل شيء، شاء البشر جميعا رب كل شيء، رب الزمان والحيوان هو ربنا، ولكن إله العاقل. ولو أسلم من في السماوات والأرض. ولو الإسلام هو يقوم على مسلمة الإيمان بالله واليوم الآخر، نقطة. ينتظم الكون جميعا. هذا يعني إذا كان هناك مخلوقات عاقلة في الكون، في كوكب ما، دريانين بالله. ستو. نعم. درياني. جميل، المعنى جميل. اجاهم رسل تانية، اجاهم تانية ما بيهمنا، بس اني درياني مثل ما نحن انه في الله. نعم. لا سأل وله اسلام من في السماوات والارض طوعا وكرها، حتى يقول لك مو بس من باب الربوبية، من باب الالوهية، معناته في عاقل. جميل. معناته في بالكون في عاقل، هذا العاقل بمفهوم الايمان بالله مثلنا مثله. يعني هو يؤمن بالله ونحن نؤمن بالله. أما شعائره إلى آخره، قيمه ما بنعرف. أما الإيمان بالله واليوم الآخر موجود. نعم. هذا تذكرت الدخول إلى الإسلام، تذكرت الدخول أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقوم على مسلمة، أنك تسلم، وهي نقول هذا في المسلمة، أنك تسلم بأن هناك إله واليوم الآخر. نعم، هذا البداية، بوابة الدخول. لا، تذكرت الدخول. تذكرت الدخول فأنت مسلم، يعني نقطة مسلم. هلأ إذا أضفت لهذا الإيمان العمل الصالح، فلا خوف عليك ولا تحزن. نعم، الآية. نعم، أنت تشير إلى آية كريمة. نعم. فلا خوف عليك ولا، بس ضيف العمل الصالح، يعني هذا
هو الحد الأدنى، أنه يعني أقل شيء هذا المطلوب منك، هو أقل شيء. بس إذا آمنت بالله واليوم الآخر لك حساب. نذكر بالآية الكريمة لو سمحت، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآن وقالوا لن ندخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى تلك أمانهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن بدأ يتوسع قوس الإسلام، ليس إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا، بلفظة بلفظة أسلمت أو وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. الآن الإيمان بالله، فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، صار مسلما. حتى فرعون، حتى فرعون. نوح قال لك وأسلمت لرب العالمين. يوسف قال لك توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحواريين، الحواريون، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. الجن وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. ولكن إمام المسلمين وأبو المسلمين إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين لأن في ملته الحنيفية، لأنه هو أول من وصل إلى توحيد الله بتفكيره ونظرته إلى الكون، هو لذا سمانا فقال، لأنه هو من قال أسلمت لرب العالمين. هو في عندنا بحث عن الحنيفيه قبل ان يؤتيه الله النبوه، لقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا بعالمين. الان الاسلام هذا واضح انه الاسلام تذكره الدخول هي الايمان بالله واليوم الاخر. الاسلام راس الاسلام لا اله الا الله، هذا راس الاسلام، الايمان بالله واليوم الاخر، التوحيد. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ عندما يذكر الله وحده يقول مسلم، لا إله إلا الله، نعم. عندما يذكر الله وحده يقول مسلمون، ولكن عندما يذكر الله ومعه أحد لا يقول مسلمون. نعم، توحيد الله إذا، توحيد رأس الإسلام هو التوحيد، لا إله إلا الله نقطة، قف لا إله إلا الله، قف لا غبار عليها، لا يوجد أي غبار. هذه طوعا أو كرها، من في السماء ومن في الأرض، لا كرها لا رب إلا الله. لو قال لا رب إلا الله كنا من نقول محمد نبي الله، من موقع النبوة، مقام الربوبية، من مقام النبوة، النبوة مرتبطة بالربوبية والرسالة تماما. ونقول لا إله إلا الله نقول محمد رسول الله، نعم. وهدول شهادتين، وشهادة وحدها شهادة أن لا إله إلا الله غير شهادة أن محمد رسول الله، نعم، بينها وأشهد وأشهد، لازم حتى نفهمها أنه هدول شهادة الأولى وشهادة الثانية، هدول شهادتين. هون الإسلام شو هو؟ مثلا بدي بنوح وختم بالرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدين له ثلاثة فروع. الفرع الأول هو القيم، خضع للتراكم. هل تستطيع استبدال كلمة فروع بلفظة أخرى؟ هل تقصد أركان؟ لا، هي أركان الإسلام. أحل لك شغلي، له ثلاثة فروع تماما. الفرع الأول قيم، القيم يعني هو يتشكل من يتشكل من ثلاثة حقول. نعم القيم، هذا الحقل خضع للتراكم، لأنه قلنا ببحث آدم أنه كان البشر في المملكة البهيمية وتأنسن. طيب إذا سمحت لي نعددها ونشرحها بعدين. الفرع الأول القيم، خضعت للتراكم، مكارم الأخلاق، نعم، مكارم الأخلاق خضعت للتراكم، ما أجد دفعة واحدة، لأن الإنسان انفصل عن المملكة البهيمية وتطور وبدأت تتراكم. نعم. الفرع الثاني، الفرع الثاني الشرائع، نعم، غير القيم، الشرائع طبعا خضعت للتطور. نعم. الفرع الثالث الشعائر، خضعت للاختلاف، الشعائر يضحيت، هذول الثلاثة. نعم، هذه هي هذا حقول وفروع الإسلام. الإسلام يعني الإسلام فيه قيم وفيه شرائع وفيه شعائر. الشرائع خضعت للتطور، القيم خضعت للتراكم،
انتبه. نعم. الشرائع خضعت للتطور، تراكم وتطور واختلاف في فرق كثير بيناتهم. طيب نستمهلك قليلا دكتور، سنشرح هذه العناصر الثلاثة بعد وقفة قصيرة. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع فاصل قصير ثم نستأنف حوارنا مع الدكتور محمد شهرور. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نعود إلى موضوعنا الإسلام بتعريفه الشامل، ما هو الإسلام، من هم المسلمون. وقفنا عند فروع أو حقول الإسلام كما شرحها الدكتور محمد شحرور في قراءته المعاصرة، وقال إنها القيم، الشعائر، الشرائع، وكل واحدة من هذه الثلاثة قد خضعت لتغير ما. فالقيم خضعت للتراكم دكتور، أليس كذلك؟ نعم. والشرائع خضعت للتطور. نعم. والشعائر خضعت للاختلاف. نبدأ بالقيم، كيف تراكمت القيم؟ القيم أول ركن من أركان الإسلام، وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. نوح جاءه التوحيد، والتوحيد والقيم بين النبوة والرسالة، النبوة فيها توحيد والرسالة فيها توحيد. نعم. التوحيد وبر الوالدين، ما كان في قيم تانية يعني؟ لا. نعم. ما في داعي. هلا وشعيب التوحيد أضيف له، التوحيد دائما موجود مع الكل. لا تخسروا المقياس والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ليش؟ قال له صار في تبادل سلع، وصار في تبادل سلع، صار في قيمة جديدة طلعت. إذن في تطور اجتماعي معين. طبعا لك خضعت للتراكم. تراكم. نعم. تراكم حتى عند شعيب خطا، صار في عندي تبادل في السلع، فزعلت قال لهم ولا تخسروا مي كذا والميزان، صار بدك تشتري ولا تبخس، او تبادل السلع ولا تبخسوا الناس اشياءهم. هي اجت شعيب، يعني اجت قيمه على سلم التاريخ. اذا كل قيمه اخلاقيه تعكس وضع اجتماعي. بالضبط. حتى المجتمعات انتقلت، وانا اشبه رسالات نوح يمثل الطفولة، والرسول الأعظم يمثل التخرج من الجامعة. يعني الواحد بيتخرج بيشتغل لحاله بعدين، يعني بعد التخرج من الجامعة أصبحت البشرية قادرة، الإنسانية قادرة على غور أسبار الطبيعة وتأول المصحف بالشكل الواحد تظهر مستيقاته وقادرة تشريع لحالها. يعني تريد أن تقول عن ختم الرسالة والنبوة؟ نحن نعيش في عصر ما بعد الرسالات، نحن. نعم. وقرار رب العالمين، هذا مقرارنا، مشيئة رب العالمين عز وجل. بنات نحن في وضع لا نحتاج إليه، لا إلى أنبياء ولا إلى رسول. هل نضج العقل البشري وحالات المجتمع؟ قلت ان الرسول العظيم. نعم. يمثل ان البشريه المدرسه اللي من وقت ما انفصل عن المملكه البهيميه لا حتى صار واعي وعاقل قادر يشتغل لحاله، هي من سنه من الحضانه للتخرج. نعم. ولكن ضمن على قاعده الاسلام مثلا. نعم. حتى يعني حتى نعرف دائما نتصور انه قوم نوح مو مثلنا، يعني بتصور قوم نوح يعني مثلنا، يعني كان في عنده مجتمعات وقيم وروحه وشريه وبيئه، ما في هالشيء هذا كله. يعني في توقف مع تطور حركه المجتمع تماما. يعني انتم لا تتصوروا انه قوم نوح مثلنا نهائيا، ولا تتصوروا قوم شعيب مثلنا، لا تتصورون هيك. يعني ممكن تكون مثلا ان تحريم قول الزور قد جاء في مجتمع بدا فيه المحاكم طبعاً والشرائع طبعاً بدات. لأعطيك مثال، إبراهيم عندما قال إني إبراهيم عليه السلام عندما قال إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني ذبح يرديت له، ألا يعلم إبراهيم أن القتل حرام؟ وإبراهيم هو النبي وإسماعيل. ربما يكون في عصر القربان يعني. وبالتالي عندما ابني آدم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني صارت الجريمة الأولى قديش بينها وبين رب العالمين حرم قتل النفس عند موسى، يعني إبراهيم ما بين موسى وقبيله هابيل يعني. نعم. كان البشر لوحده يحط القرار. عصور طويلة دكتور. طبعا، لأن أنت كلمة حرام لما نتصورها شو هي، وهذا يعني بالضرورة أنه كان القتل كأنه طبيعي أو مباح أو عادي، كان قرار متاح وليس كان قرار إنساني. يعني مثلا خذ قوانين حمورابي،
كان بيقول لك بقتل هي على هي وعلى هي بقتل وعلى هي بقتل، يعني كان قد تشري إنسان. وإبراهيم عندما فكر بذبح إسماعيل كان منطقي جدا في تفكيره. أولا تحريم ما فيه، يعني تحت من المحرمات أيوة. ما دخل. اثنين، إبراهيم شاف أنه في ذاك الوقت كان في سوء للآلهة، سوء إله الشمس وإله القمر وإله إبراهيم أسواق وإله من أسواق يعني تقصر. أسواق يعني نعم. بضاعة آلهة كثيرة. فكان وقت يحكوا عن إبراهيم يقولوا إله إبراهيم، ما بدنا يميزوه. السحر سؤال فرعون سؤال آمنت بربي موسى وهارون، لا إله إلا الذي آمنت في بنو إسرائيل لم يسميه ليه؟ لأنه في كثير، لأنه حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني شو يعني هو من قد ما اكتار آمناء، طب شو بده يسميه هو؟ قال لك هذا الإله تبع هذول. يعني تكون واضحة. هلا نحن وقت نقول إله ما بنقصد إلا شيء واحد، بس بالأول لا، نعم الله عز وجل تبارك وتعالى نعم. إيه إيه نعم. بس بالأول مو هيك، كان الإله ملكية خاصة عنده. أيوة يعني كان إله في كثير نعم. آلهة من جملة، يعني هذاك الوقت من جملة إله إبراهيم. والمناسبة ليش فرعون حرق السحرة؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، بس على هي على أنه أخذوا الإذن بس على هي قتلون. نعم أوامر الطاغية السلطة من عنده، يعني هو لو 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 لو, لو استأذنوه كان ممكن يأذن لهم. انتبه لو استأذنوه كان بيقولوا افتحوا زاوية لإله موسى وحش. لمجرد أنهم تجاوزوا فرعون بالضبط، لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم. شوف الطاغية، شوف أنه ليش عدمون؟ لأنهم ألغوا وجود فرعون، لأنه ما استأذنوا على أي أهل وقدموا على أي. طيب شوف، لا اثنين، هاي القيم، القيم اكتملت عند موسى ثم عيسى ثم الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. عند موسى القيم والشرائع، الشرائع كانت تجي مثلا مثل الفواحش بلوط، ولوطا إذ قال لقومه إنكم تتأتون الفاحشة ما سبقكم بها، حكى على المثرية وعلى اللواط. كمان الفواحش تراكمت بالتحني حتى جاءت شريعة كاملة نعم. ومنظومة كاملة من القيم إلى موسى، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. إذا الكتاب إجت لموسى شريعة، وإجا مجموعة من القيم اللي هي الفرقان اللي هي الوصايا العشر، وجاءت إلى والشريعة جاءت معدلة إلى عيسى، وليهد لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاءت إلى الرسول الأعظم. بس الفرق بقى بالقيم، الفرق هي القيم بقى. الوصايا العشر جاءت أمر نهي لموسى، لا تقتل، لا تزني، اتبع تعاليم الرب إلهك. أما جاء إلى رسول عظم رأيت نفسه ولكنها قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، انتقلت إلى المحرمات. هاي الإضافة الكبرى، اتصور حتى 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 وصلت للمحرمات، يعني خلص قوانين قطعية. والحرام شمولي أبدي. ليش هو الخاتم؟ قال له ما في محرمات، ما ختمناها، هلا حطيناها وختمناها وتطورت لكلمة حرام لأول مرة بترد في التنزيل الحكيم مع إبراهيم في المكان لأول مرة. يعني عند شعيب وهرود وكذا كلمة حرام موجودة، افتح المصحف وشوفوا. ذكرنا، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع عند بيتك المحرم، لأول مرة بينذكر هذا البيت المحرم. لا كلمة حرام، لا صيغة لغوية، يعني كلمة نعم. حرام محرم ما ذكرت أول مرة بتنذكر. نعم ربنا ما يقيم الصلاة فجعل في بتنذكر وين؟ وبتنذكر في المكان مو في السلوك. بعدين قال لك كل الطعام يحل لبني لإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، هو في السلوك بالأكل أهلا نفسي. بعدين اجى لموسى مواني، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، وجاءت المحرمات الى الرسول الاعظم مفصله. اذا التحريم حاله مستجد، حاله وفيها خدمه شمولي خدمة الرساله، لانه الحرام الحرام شمولي وابدي، الحرام شمولي وابدي. اي واحد بيقول لك التدخين حرام، بيقول لك الموسيقى حرام، معناتها حط حاله عواقب العالم، يضيف محرم يعني هو قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، بدي تجيب لي برهان من رب العالمين انه هذا حرام.
لكن ذكرت التدخين ممكن أن تحمل على قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إثم ضرر أشياء أخرى. نعم نعم، كل هذه الأمور خبائث. خبائث نعم. نعم المحرمات هي الخبائث، ولكن نحن عندما نرى خبائث نحن ننهى عنها ونمنعها. يعني الآن وضحيت هذا، هي هذا الحقل تبعنا. يعني التحريم لله عز وجل وحده، التحريم شمولي أبدي. يعني هلأ نقول بيجي الطبيب ينهى عن التدخين، الطبيب ما عنده سلطة بس ينهى، السلطة اقتنعت تمنع التدخين في الأماكن العامة بس ما حدا بيحرم. نحن أمام ينهى يمنع يحرم، طبعا تحريم لله فقط، التحريم لله عز وجل حصراً تبارك وتعالى. النهي 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 لأي إنسان ممكن، لأي إنسان، طبيب أب لابنه كذا، معلم لتلميذه، والمنع والمنع في سلطة. شوف قديش الحرام إلهي حصري، لسبب الرب العالمين كثير دقق بالحرام حتى شرحه. اسمح لي دكتور، إلا ما حرم الله ورسوله. نعم، إلا ما حرم الله ورسوله. نعم، أنت لم تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بس بالطاعة قال لك وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شو القصد يعني للتوضيح؟ يعني بالتنزيل الحكيم الرسول ما استقل بالتحريم، لأنه إذا الرسول بيحرم لوحده بيقول لك ما حرم الله وحرم رسوله، صار في تحريمين، في تحريم إلهي وتحريم رسولي. بينما بالطاعة في طاعة الله مثل طاعة الرسول مثل طاعة الله، وفي طاعة الرسول مو مثل طاعة الله. بيقول لك وأطيعوا الله والرسول، في آية تانية بيقول لك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا تكرر الفعل ماذا تفهم؟ يعني معناته في فعلين. يعني أعطيك مثال، بيقول لك فلسفة الكلمة والحرف، معناتها الكلمة والحرف انه فلسفة واحدة، بتقول لك فلسفة الكلمة وفلسفة الحرف، معناتها في فلسفتين عندي. هنا في طاعتين تقصد؟ هنا في طاعتين وتحريمين لا تحريم واحد، تحريم واحد الا ما حرم الله ورسوله. ما بيقول ما حرم الله وحرم رسوله، بيقول لك وحرم الله ورسوله، تحريم واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هون التحريم لله. الفكرة دقيقة. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد رب العالمين فصل لنا ما حرم علينا. إذن حرمت عليكم إذا ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمحرم فهو يذكر من موقع الرسالة والوحي. طبعا المحرمات حصرا في كتاب الله، ومن بلغ لنا الرسول. نعم. يعني هو الرسول من باب الطاعة المتصل ومن باب الرسالة. نعم للتوضيح يعني. أطيع الله ورسوله حرم الله ورسوله. التشريع خضع للتراكم للتطور. أنا آسف، التشريع خضع للتطور، الشعائر خضعت للاختلاف. بالطبع بحسب كل نبي، بحسب نعم. كل شريعة. نعم. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، الأيام المعدودات تبع صومنا، هل هي نفس الأيام المعدودات تبع المسيحيين؟ لا، نقف قبلها، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كان في صيام. إيه بس أيام الصوم تبعنا هذه غير أيام. بالطبع لا، يعني نحن وقت نصوم رمضان نعرف أنه أتباع رسالة المحمدية. نعم تأكيد. بالضبط، هي الخصوصية الصلاة. بالضبط، هلا هي خصوصية الرسالة الشريعة، انه نحن من اتباع الرسالة المحمدية. هلا انت اذا كان بتبر والدينك، البوزي ببر والديه والشنتو ببر والديه، كيف اتميز عنهم؟ بانك تصوم رمضان، هو لا يصوم رمضان. اذا ليس بالقيام، بل القيام انسانية بالشعار. هذا البعد الانساني، القيام هي البعد الانساني، وهي أركان القيام، وهي الركن الرئيسي للإسلام. الفرع الرئيسي هو الفرع، هي والشرائع هي الفرع الرئيسي، هي الفرع العالمي. اثنين، الشعائر هي الفرع المحلي، نحن وقفنا عند الشعائر. الشعائر يعني هي الفرع المحلي، تخصيص محلي. طبعا هي المحلية، أتباع رسالة المحمدية 20%. لكن لاحظ دكتور في القرآن الكريم ما من نبي إلا ومعه قرينة صلاة، مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب يا مريم اقنتي لربك
واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني هل صلاته مثل صلاتنا؟ هل صومه مثل صومنا؟ يعني انا وقت صوم رمضان مسيحي بيصوم عنده صوم، كان في محراب يعني مزبوط. انا اقرا في القران الكريم محراب ركوع سجود مزبوط بيصوم خمس مرات خمس مرات لا ادري نعم. يعني شوف شو ذكر عناصر الصلاة، عناصر الصلاة حتى أتباع الرسالة المحمدية هم اسمهم المسلمون المؤمنون. يعني هلأ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أتباع رسالة محمدية هم المؤمنون اسمهم المسلمون الذين آمنوا بالرسول العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، فأصبح اسمه. لسبب في عندي نوعين من الإيمان، الإيمان الأول إيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان الثاني إيمان بالرسالة المحمدية، هذا إيمان واحد. ما الدليل؟ دليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الله. الكفل الأول على الإيمان الأول، والكفل الثاني على الإيمان الثاني. نعم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الإيمان يعقب الإسلام إذن إجباري، والإسلام يعني يسبق الإيمان. يعني كيف أنت بدك تقول أشهد أن محمدا رسول الله بلا إله إلا الله؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام فطري. نعم. يعني الإنسان بالفطرة بده يصدق. الطفل بدك تعلمه الكذب. الإسلام فطري شامل. نعم. بيقول لك الإسلام دين فطرة وبني الإسلام على خمس. لك يا سيدي كل هاللي قلت بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله ممكن الواحد يصلي لحاله، يبحث عن الله ويصلي. بس شهادة أن محمد رسول الله مو بالفطرة بيؤمن فيها الواحد. مين يقول له ويسمعه وكذا ويصدق ويدرس إقام الصلاة. نعم. مو فطرة. الفطرة أنك تفز الصبح وتوقف تتوضى وكذا، هي مو فطرة، هي تكليف. نعم. صوم رمضان بالعكس فطرة. بين الفطرة والتكليف لابد لنا من وقفة مطولة نسبيا دكتور، سنتابع هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين نواصل معكم بعد فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون نتابع حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول الإسلام والمسلمين. عنوان الحلقة ما الإسلام؟ من هم المسلمون؟ وقفنا عند الفطرة والتكليف، وقلت أن بعض التكاليف هي عكس الفطرة كلها، والآية الكريمة تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ألا فطر الناس صوم في رمضان؟ لا يعلم. معناتها الفطرة صوم رمضان مو فطرة، الدين الحنيف والفطرة الحنيف الآية. لا إذا الحنيفية مو شاعر، لأن الحنيفية هي تغير وتطور. يعني شوف الأسباب في الإيمانين. شو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما بصير مع إلا يكونوا اثنين، إن الله مع المحسنين، إن الله معنا، ما بيكون إلا يكون إيمانا مع إيمان. يعني في اثنين، هذا اللي قلت لك الإيمان الأول والإيمان الثاني. الإيمان الأول والإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان الثاني هو إيمان بالرسالة المحمدية. الإيمان بالله نحن مسلمون، الإيمان بالرسالة المحمدية ومحمد عليه الصلاة والسلام نحن مؤمنون، فنحن المسلمون المؤمنون. وخطيب الجمعة دائما بيقول لك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لك يا سيدي الفاضل إذا أنت عم تقول قلنا بس مين إن المسلمين ومين إن المؤمنين؟ لا هناك آية يعني وليس فقط خطيب الجمعة. لا لا دي عم بسأله لك شعون شو مين المسلمين ومين المؤمنين؟ المؤمنين هون ما يقومون به من بالرسالة المحمدية، هون أتباع الرسالة المحمدية. صلاة الجنازة من الإيمان، يقوم فيها غير أتباع الثلاثة المحمدية صلاة الجنازة. لا هي من شعائر من أمة محمد عليه السلام. هي من الإيمان. من الإيمان. نعم.
وين المشكلة وعنا فيها؟ أنه أخذنا ميزات الذي يتميز بها أتباع الرسالة المحمدية وقلنا أن هذه أركان الإسلام، فأخرجنا 80% من سكان الأرضية الآخرين بحسب لا برا قراءتك، طلعوا برا رأسا. إن الدين عند الله الإسلام يعني نحن، وما غير الإسلام دينا فلن يقبلون يعني نحن. وشو أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يا ابني هذول ما بيقوم فيهم غير أتباع رسالة، إيه نحن بس نروح على الجنة. أنت تريد إسلام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هو الإسلام، الإسلام يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. هذا الشيء اللي بنقول له أركان الإسلام، ما في قيم، ما في شرائع. لك مشكلة، هذا موجود بالجامع، هذا سلوك شخصي بس. وين سلوك؟ موقف شخصي، اعتقاد شخصي، إيمان شخصي. تمني لك يا أستاذ نهاد، نحن القيم عنا ميتة، نحن عنا صوم افطار يوم برمضان أهم من الكسب. هذا يعني سوء التزام، سوء ممارسة للإيمان، سوء تطبيق. مو سوء ممارسة، أركان الإسلام اللي قدمونها ما فيها أخلاق، معني سلفا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وين 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 المحرمات؟ طيب أضع وين المحرمات؟ أضع خط تحت اللي قدموا لنا إياها، لأنه حديث شريف، حديث صحيح، حديث في البخاري. وإذا كان في كلمة واحدة، وأنا لا أتهم، ولكن بيقولوا هنين أنه الحديث عن معنى، هيك بيقولوا هنين. نعم. طيب إذا مر خلال عشر زلم، هذا صح بني الإيمان؟ رواة، من راوين إلى راوي؟ هذا إذا أنت الإسلام حطيت الإيمان 100% صح، يعني بني الإيمان على خمسة بمعنى يعني صح، هذا 100% مثلاً. أنه هدول الأتباع هدول يميزوا، وما علاقة الرواة يعني بما تقول؟ لأنه إذا كان واحد سمع بني الإيمان حتى بني الإسلام بيكون هو هيك فهم، يعني ما فهم إن ما أمول أصلاً. لا توضحت يعني فكرة. يعني راوي صادق وحسن النية، بس أنت عم تروي شيء سمعته. بدليل قالت العرب وأمنا، يعني قلنا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لاحظ، يمنون عليك أن أسلموا، يعني الإسلام قبل الإيمان. الإسلام قبل الإيمان لازم يكون. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ليش؟ كان يتحدث عن الإسلام صار عن الإيمان. ليش؟ قال له لأن الإيمان تكليف مو فطرة. قال له أنت زح، قال له أنت بالفطرة ما بتعرف أنه تصوم برمضان ولا شعائر الحج ولا. نعم صحيح. نعم والله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. قال له البوزي ببر والديه بدون ما تقول له، بدون ما أنت تقول له، بدون ما يدرى حتى غيرك بيقول له، بس قال له هدول أركان الإيمان يمن عليكم أن هداكم، لأنه بدك مين يهديك إلهم. وبالتالي الإسلام فطرة والإيمان تكليف، وهذه اللي قال عنها أركان الإسلام هي أركان الإيمان، لأنه أركان الإسلام موجودة القيم والشرائع بأركان الإسلام. هنيكم القيم والشرائع وليس الشعائر. لا، وليس الشعائر، الشعائر هي من أركان الإيمان. نعم. هي ما يميز أتباع رسالة المحمدية عن غيرهم، كونه نحن أخذنا موقف إخصائي، درنا لقينا إن الدين عند الله الإسلام، وإن يبتغي غير الإسلام دينا. بالمصحف ما لقينا لا تخريجة، طلعت هنيك. وبتلاحظ أنت، وبتلاحظ دائما بإيمانين، دائما بيحطوا بإيدك قالون آيش والذين آمنوا. نعم. عن الرسالة، انه الايمان يجب ما قبلها، ما في شيء قبل الاسلام لا يوجد. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. هي والذين امنوا، يعني اللي ضاف ايمانه بالله وعمل الصالح، ضاف ايمانه بالله وامنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم. صح، الإيمان يجب ما قبله، مظبوط، بس مو الإسلام يجب ما قبله، ما في شيء قبله أصلاً. لكن هناك ترابط يعني أكيد وشديد. نحن ما زلنا في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. أنا أقول في أركان الإسلام الذي قالوا هذه بنية الإسلام، وعلى الأخلاق غير موجودة. وبالتالي الواقع الآن
افطار يوم في رمضان اهم من الغش، افطار يوم في رمضان انت مفطر يا لطيف شو بيصير السبب. وهون المقلب اللي اكلناه بشيء اسمه الصحوه الاسلاميه. يعني هل تقلل من شان العبادات؟ لا ما عم بقلل من شان، بس العبادات لا تقدم الناس ولا تؤخرهم بالحياه، العبادات ما بتنصرك. هذا الفرق بين الذنب والسيئه. العبادات شخصيه. نعم. اما الشرائع والقيم شو هي؟ مو شخصيه، اجتماعيه. انت شو مجتمع؟ يعني انت ان صمت رمضان ولا ما صمت، المجتمع ما له علاقه فيه. انا غايتي مرضات الله، غايتي النجاه. مرضات الله شو الا حط لي المحرمات كلها بلا لا قيمه اجتماعيه. حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم ميتة ودم الخنزير، تقصد ربما تعالوا اكل ما حرم عليكم ربكم. ايه كلهم هذول محرم. نعم هذول كلهم عباره عن قيم اجتماعيه، انعكاسه اجتماعي كلها. فهون بتلاحظ شو بيقول لك الصحوه الاسلاميه، هي صحوه ايمانيه. مظبوط. اولا صايمين رمضان زادوا، مظبوط. المساجد زادت، مظبوط. عدد المصلين زاد، ما لا صح. الحج زاد، صح. الكسب زاد والغش زاد والاحتيالات زادت والفساد زاد والمرضى زادوا والبطالة زادت. وين؟ نعم أنا معك. والرشوة زادت والمخالفة زادت ربما بسبب التفجر السكاني، زيادة الأعداد. نحن مو بالقيم عنا ياها. يعني أنا وقت بدي درس القيم قبل ما درس الشعائر. درس القيم قبل، يعني رب العالمين بيقول لك انه بيسامحك بكل ذنوب وقلوا اتروا على الحج ما على حقوق الاخرين، كل حقوقه بيسامحك فيها، حقوق الاخرين ما بيسامحك فيها. ان الله يغفر الذنوب جميعا. والقيم هي حقوق الاخرين. نعم لكل القيم حتى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكأنه يشير الى حكمتها وتوجيهها. ولذكر الله تنهى ولا تمنع. طبعا تنهى طبعا. يعني والمؤمن يجب ان يمتثل حتى للنهي. يعني تمام. انا عم باخذ الثقافه السائده المسلمين هم اتباع رساله المحمديه، نقطه. هذا غير صحيح وواضح. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات. الذين امنوا اتباع رساله المحمديه. نعم. والذين هادوا أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى والصابئين من صبأ عن موسى وعيسى ومحمد، يعني بقية أهل الأرض. هناك تعريف آخر للصابئين؟ لا، من صبأ. نعم. يقول لك صبأ فلان خرج، يقول لك صبأ كانوا بزمن الرسول العظام، يقول لك صبأ فلان يعني طلع من دين الآباء والأجداد. الصابئة بالمصحف إذا كان الصابئة أهل العراق، معناتها في 50% من سكان الكره الارضيه الله مزاد جزء من اهل العراق. طبعا ليس اهل العراق إيه؟ بالتاكيد. لا انتبه. يعني اذا كانت فرقه معينه في التاريخ، معناتها اله الشرق الاوسط. وحاشا لله وحاشا يكون لله. الا رب العالمين واله العالمين. نعم. يعني نفهم انه يعني هدول كل اهل الارض. يعني في مسلم مؤمن، وفي مسلم يهودي، وفي مسلم مسيحي، وفي مسلم شنتو، وفي مسلم بوذي. كل من آمن بالله وعمل صالحا. طيب هل يكفي هذا الإسلام يعني تكت وعمل صالحا؟ هل يكفي يعني لدخول الجنة؟ يعني هكذا ببساطة العمل. أنا حرد عليك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا هم بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صح. ليش؟ إذا كان الإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، كيف الله بدي أقبل دين هو موجود؟ ما زلت بالتعريف الشمولي يعني طبعا بالإسلام. يعني إذا كان رب العالمين في دين، الله كله ما في شو بدي أقبله؟ فهمت؟ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إلا الدين قاله مظبوط، لأن هذا الدين هو التيكت تبعه تؤمن بالله. هي تذكرة الدخول. إذا كانت تذكرة الدخول دين ثاني من تذكرة الدخول. نعم. شكرا لك دكتور، وقت الحلقة انتهى. شكرا لك. نشكرك كما نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.